صباح الخير صف سادس. اليوم أبدأ ضرب الكسور والأعداد العشرية. ضرب الكسور والأعداد العشرية نشوفها بالكتاب عندنا بصفحة 67. راح ناخذ أول شيء ضرب الكسر أو عدد عشري في عدد صحيح. إحنا هنا هذا العدد العشري، خمسة عدد صحيح، 234 من ألف في خمسة. الضرب الكسور راح نضرب وكأنه الفارزة ما موجودة، يعني راح نرفع الفارزة بهالطريقة. راح ناخذ 5234 تشوفون هي الفارزة إلنا، لكن إحنا شلنا الفارزة في خمسة، يعني راح نضرب وكأنه الفارزة ما موجودة. راح نضرب هسه إنه الخمسة في أربعة، الضربة الاعتيادية اللي أنتم متعلمين عليه. خمسة في أربعة 20، صفر باليد 2، خمسة في 3 15 و2 17، خمسة في 2 10 و1 11 باليد 1، خمسة في 5 25 وعندنا الواحد يصير 26. راح أقسم هذا الناتج هنا نخليه هنا ونبدي نرجع الفارزة. زين شلون راح نرجع الفارزة؟ راح نحسب عدد المراتب. هنا شنو عندنا؟ 1 2 3. إذا كم مرتبة عندنا هنا؟ 3 مراتب. أجي على الناتج أيضا راح أحسب 1 2 3 وأخلي الفارزة العشرية. هذه هي عملية الضرب، يعني الخطوات مالتها نرفع الفارزة أولا ثم نجري عملية الضرب. الناتج اللي يطلع لي أكتبه هنا وأرجع الفارزة مرة ثانية بعدد المراتب الموجودة عندي. زين راح ناخذ مثال آخر. عندنا هنا 4 عدد صحيح و85 من المئة في 25، ايش راح أسوي؟ نعم راح نشيل الفارزة الموجودة هنا وراح نضرب كأنه ماكو فارزة. هذه 485 في 25. طبعا كلنا نعرف شلون نضرب الرقمين في رقمين او ثلاثة في رقمين. راح نحاول نسترجع اللي بذاكرتنا انه 5 في 5 نضرب 25 باليد 2، 5 في 8، 5 في 8 40 عند 2 42، بعدين 5 في 4 20 وعدنا طبعا 4 تصير 24. نضيف صفر المرتبة، نضرب تالي 2 في 5 10، صفر في يد 1. شوفوا هاي شطبتها حتى ما اغلط فيها. 2 في 8 16 1، 17 في يد 1، 2 في 4 8، وعندنا هذا الواحد راح يصير 9. نصير هنا طبعا جمع، 5 جمع 0 هو 5 و2 جمع 0 2، 4 مع 17 في يد 1، وهنا يصير 2 1 2 3 زائد 9 يساوي 12. شوفوا هنا هذا الناتج ما لي فارزه، لازم ارجع له الفارزه، فاقل الرقم هنا وارجع الفارزه بعدد المراتب الموجوده عندي. كم مرتبه هنا عندي؟ عندي هذا 1 وهاي 2. إذا راح أحسب 1 2 وأرجع الفارزة. مفهوم ماما؟ زين، هسه شنو عندنا؟ عندنا الضرب في 10 100 1000 ومضاعفاتها، راح ناخذ كل وحدة على حدة. أول شيء راح ناخذ الضرب في 10. راح ناخذ طبعاً مثال صفحة 67، عندنا صفر عدد صحيح، صفر عدد صحيح. 1 من 10 في 10، تشوفون ده نضرب في 10، احنا متعلمين احنا دائما الصفر من يكون موجود شو يصير بالضرب؟ صحيح ينزل. اذا هذا الصفر نزل، ايش بقى عندي؟ بقى عندي 1 في 1 هو 1، هذا 1. زين ارجع الفارزة، احنا مو قلنا نرفع الفارزة قبل الضرب؟ اذا بعد عملية الضرب ارجع الفارزة، عندي مرتبة واحدة هذا الصفر 110 صارت، إذا راح نخلي هذا 1 وتجي الفارزة. من يصير عندي فارزة بعدها صفر ما راح تبقى
قيمة للفارزة ولا الصفر، إذا الناتج هو واحد. راح أعيد إنه هذا صفر عدد صحيح، واحد من العشر في عشر. شو يصير؟ هذا الصفر أنزله، شو بقى عندي؟ بقى عندي واحد، لأنه يعني أرفع أني هذا أرفع الفارزة، بقى واحد، واحد في واحد هو واحد، أجيبه هنا صارت عشرة. الفارزة أرجع أرجعها هنا، راح أرجعها. وش قد راح يساوي؟ يساوي واحد، اللي هو هذا الناتج مالته. زين، ناخذ مثال آخر على العشرة. ثلاثة عدد صحيح، هذا عدد عشرين، واثنين من العشرة في عشرة. هذا الصفر ينزل وراح أضرب كأنه ما عندي فارزة. هذه الفارزة راح أشيلها، شو يصير عندي؟ راح يصير واحد في اثنين اثنين، واحد في ثلاثة ثلاثة، صار 320. زين، عندي فارزة أرجعها هنا مرتبة واحدة، هنا مرتبة واحدة، إذا واحد وأحط الفارزة. زين، احنا قلنا من يكون اكو فارزة وراها صفر ما نحتاجها، راح نشيلها، راح يصير عندنا اثنين وثلاثة. زين، نجي على المثال اللي بعده. عندنا 21 من المئة، يعني صفر عدد صحيح و 21 من المئة في 10. هاي ال 10 احنا ليه هسه بدنا نضرب في 10؟ هذا الصفر ينزل، نزلناه، ايش بقى عندي؟ واحد، ماكو فارزة طبعا، اشيلها احنا قلنا بالضرب وبعدين ارجعها بالناتج. واحد في 21 هذا 21، طبعا هذا صفر لهنا على صف يعني على جهة اليسار ما يحتاج انه اكتبه. زين، بعدين راح ايش اسوي؟ واحد اثنين، هذا واحد اثنين واخلي الفائزة، صار اثنين عدد صحيح و 10 من المئة، أو حتى إذا نقول اثنين عدد صحيح واحد من العشرة. زين، راح نجي هنا مثال آخر. 105 من الألف، صفر عدد صحيح و 105 من الألف في 10. هذا الصفر راح ينزله. زين، إذا أشيل الفارزة شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 105 في 1. ليش 1؟ لأن الصفر نزلته هنا. ايش قد راح يصير عندي طبعا هذا 105، هاي 105. زين، اريد ارجع الفارزة، راح احسب 1 2 3، 1 2 3 واخلي الفارزة. زين، راح ناخذ هسه من مضاعفات العشرة، احنا نعرف مضاعفات العشرة 10 20 30 40 50 60 70 والى ما لا نهاية. راح ناخذ مثال صفر عدد صحيح و 16 من المئة في 20. هذا الصفر ينزل هنا، ايش بقى عندي؟ يعني كأنه دا اضرب في 2، لأنه نزل الصفر هنا، راح اضرب هذه الاثنين في 6، 12 باليد واحد، او هنا أنا ممكن بالعمودي، و 2 في 1، 2 و 1 3. هسه ارجع الفارزة احسب 1 2، واحد اثنين واخلي الفارزة، صح؟ عدد العدد الصحيح ثلاثة، يعني ثلاثة عدد صحيح وعشرون من المئة. يعني احنا نتصرف مع العشرة ومضاعفاتها والمية ومضاعفاتها والالف ومضاعفاتها على خطوات الضرب الكسور والاعداد العشرية، انه انزل الصفر وارفع الفارزة، اجري عملية الفارزة نحو اليمين. احنا راح نمشي على هذه الطريقة، اسهل عندنا. زين، عندنا الضرب في 100، الضرب هنا، طبعا قبل الضرب في 100 عندي النشاط، هذا النشاط، نشاط واحد، صفحة 69 هو واجب لكم، يعني هذا اللي حكيناه راح تقدرون تحلوه ان شاء الله، تحلوه حتى تتأكدون من نفسكم. نشاط واحد صفحة 69 واجب. زين،
نجي الضرب في مئة ومضاعفاتها. طبعا المضاعفات المئة هي مئة، مئتان، ثلاثمئة، أربعمئة، وهكذا إلى ما لا نهاية. راح ناخذ المثال الأول اللي هو صفحة 69. صفر عدد صحيح وثمانية في مئة. نفس الحالة، هاي الأصفار الاثنين تنزل، هذا صفر وهذا صفر. زين، من نزل الأصفار ونشيل الفارزة راح يصير واحد في ثمانية ثمانية. زين، بعدين أرجع الفارزة هنا، أنا عندي مرتبة واحدة، إذا الواحد مرتبة واحدة هنا، هذا الجواب ثمانية لأن الفارزة بعدها صفر شلناها. زين، نجي هنا، هذه المئة، هاي الأصفار وين أخليها؟ راح أنزلها هنا. بعدين الفارزة، هذه الفارزة أرفعها، يعني ما أضربها، راح يصير واحد في 345 ينزل 345، لأنه يعني الواحد في أي عدد هو العدد نفسه. زين، أجي أرجع الفارزة، أدنى واحد اثنين، نعم واحد اثنين، وأخلي الفارزة. زين، الفارزة أي شيء وراها أصفار تنرفع، ما لها قيمة تصير، إذا الجواب هو 345. سؤال الثالث أو المثال الثالث، عندنا 9 عدد صحيح و754 في 100، هذا الصفرين شو نسوي له؟ نعم تنزل، الفارزة تنرفع، تنرفع شنو تنرفع؟ هنا تمامنا، أو ممكن نسويها بالضرب العمودي. بس هنا عندنا واحد هو سهل، فالواحد في اي عدد هو العدد نفسه، فنزل العدد هذا نفسه. زين هسه نرجع الفارزه، نحسب هنا عندنا واحد اثنين ثلاثه، ثلاث مرات، ناقصا واحد اثنين ثلاثه، واخلي الفارزه هنا، راح يصير 975 عدد صحيح و400 من الالف. المثال الرابع عندنا 75 من المئة، أو نقول صفر عدد صحيح و 75 من المئة في 300. هذا الصفرين تنزل الصفرين هنا، وبعدين نضرب الثلاثة في 75، يعني هو راح نرفع الفارزة، راح نرفع الفارزة، راح نضربها هنا على ضرب عمودي، ممكن تضرب ضرب أفقي أو ممكن عمودي، بس حتى أبين الفكرة. 3 في 5 15 في اليد واحد، 3 في 7 21 1 22. إذا هاي 225 راح أنقلها يد الأصفار، لأنه إحنا هاي الأصفار نزلناها في البداية. هسه لازم شو أسوي؟ لازم أرجع الفارزة. عندنا 1 2، هذا 1 2، وهذه فارزة. إذا الجواب الأخير هو 225 بعد ما شلنا الفارزة والأصفار لأنهما لها قيمة. زين، عندنا هنا عندكم نشاط 2 صفحة 70، هو حيكون عندنا واجب بيتي. هذا نشاط 2 صفحة 70، هو كلش قليل، ده يحكينا عن الضرب في 100 ومضاعفاتها. أريد